سكريبت سي سي، عندما تشتري تشتري أسهم أو ميجاات. هنا يعني أخذوا هذه الفكرة، يعني فكرة أقزام، يعني كل قزم على حسب قوته في التعديل. إذا تشتري مثلا هذا القزم يعطيك عدد معين من اليونيتي في أو الوحدات في كل ساعة، وهكذا يعني كل قزم يعني وحسب قوته في التعديل. الموقع إخواني بدأ لديه 114,000 شخص تسجل، في آخر 24 ساعة تسجل 481 شخص. هنا كم دفع الموقع وهنا كم استقبل من في يعني من استثمارات من الأعضاء. وهنا الموقع اشتغل منذ 658 يوم، أي تقريبا سنتين عندما انطلق هذا الموقع. إذا إخواني التسجيل فطريقة سهلة، تضغط على registration هنا. أنا لا أعلم لماذا يعني في الحاسوب الآخر تشتغل، هنا لا تشتغل. إذا يعني في حالة ما إذا ضغطت على registration هي سوف تشتغل، لكن في حالة ما لن تشتغل سوف تأتي هنا وتضغط على تكتب sign up، هكذا sign up وتضغط على enter. إذا هنا تضع الإيميل الخاص بك هكذا، وهنا تكتب كود الكابتشا هكذا، ثم تضغط على continue. هنا يعطيك يقول لك اليوزر نيم، ثم الباسورد من 6 أحرف إلى 20 حرف، ثم الباسورد إعادة كتابة الباسورد. هنا يقول لك you are invited by، هذا هو الشخص الذي استدعانا للموقع. ولكن كما لاحظتم أنا دخلت إلى الموقع مباشرة، لكن لماذا يقول لك بأن هذا الشخص هو الذي استدعاك؟ لأن الموقع فيه خاصية جميلة، وهي عندما تستثمر تقوم باستثمار 100 دولار، على ما أظن 100 دولار، فالموقع يقوم بإرسال لك الأشخاص الذين يتسجلون في الموقع بدون يعني يتسجلون مباشرة، يقوم بإعطاء لك هذا الريفيرال يسجل تحتك. مثل بالنسبة للأشخاص الذين يعرفون نيو بوكس، عندما تسجل مباشرة في نيو بوكس ولا تسجل تحت شخص معين، يقوم الموقع بتصبح ريفيرال يعني للكراء، يعني أي شخص يريد اكتراء ريفيرال فهذا الريفيرال للكراء، فهم أشخاص سجلوا مباشرة من الموقع. المهم هي خاصية جميلة جدا بصراحة، لأنك يعني عندما تستثمر مبلغ يأتيك ريفيرال بدون حتى الترويج للموقع. لذا المهم أنا سوف أضع رابطي الخاص يعني في الديسكريبشن لمن أراد يعني أن يتسجل تحتي، ولمن لم يرد يعني فأصلا سوف تسجل تحت شخص آخر لا تعرفه. حتى إن لم يعني تكن تريد تسجيل تحتي، إذا كان لديك صديق فمن الأحسن أن تسجل تحت شخص يعني صديق لك، أحسن من أن تسجل تحت شخص لا تعرفه. المهم بعد ذلك تضغط على accept وتضغط على register. إذا بعد ذلك تقوم بالدخول إلى الموقع. فقط قبل أن أنسى، عندما تسجل سوف تأتيك رسالة على حسابك الخاص في الإيميل، لا تقوم بحذفها. سوف تجد فيها الإيميل والباسورد، وسوف تجد شيء مهم اسمه Paying Password. هذا Paying Password عندما تريد السحب سوف يطلبون منك إدخال هذا Paying Password فقط لمرة واحدة، يعني لن تقوم بإدخاله كل مرة، فقط في مرة واحدة. إذا الموقع إخواني هكذا يقول لك يعني رقم التسجيل، يعني رقم العضوية 82,000، الإيميل الخاص بك، البالونس كم لديك فور باين، يعني البالونس للشراء، ثم البالونس للسحب، ثم كم ربحت من الريفيرال صفر، ثم كم قمت بالسحب من الموقع، قمت بسحب 10 روبل فقط للتجريب. ثم أنا يعني
تسجلت عن طريق من؟ عن هذا طريق هذا الشخص الذي لا أعرفه كما قلت لكم، لأنني في المرة الأولى كنت قد سجلت في الموقع ووجدت نفسي مسجل تحت شخص لا أعرفه. المهم هنا العضوية تؤبتين، هذه هي إخواني التي قلت لكم عضوية في اي بي. لكي تحصل على هذه العضوية يجب عليك الحصول على هذه 4329 جولد او روبل، عفوا 4329 روبل. اذا حصلت عليها سوف تصبح عضو في اي بي وسوف تستقبل ريفيرال لن تعرف حتى من اين سوف ياتونك. المهم عندما تدخل الى الموقع اول شيء انت سوف تفعله هو الضغط هنا على ديلي بونس. الموقع يعطيك بونس كل 24 ساعة سوف تحصل على بونس. عندما تضغط على البونس سوف تحصل على من بين يعني من 10 الى 100 جولد سوف تحصل عليها. كما تلاحظون هذا الشخص حصل على 87، هنا 81، يعني انت وحظك، يمكن ان تحصل على 100، يمكن ان تحصل على 10. المهم يوميا سوف تضغط وتحصل على البونيس، بعد ذلك سوف تذهب الى هنا. المهم هنا هذه فقط البروفايل، هذا هنا السيتينج اذا اردت تغيير الباسورد، وهنا اذا اردت الخروج من الموقع. هنا المتجر الخاص بالاقزام، اذا عندما تحصل على البونيس هذا القزم يساوي 100 جولد، يعطيك 7 يونيتي او 7 وحدات في الساعة. وهنا هذا القزم يساوي 1000 جولد، يعطيك 70 وحدة في الساعة. كما تلاحظون انا هذا لدي 45 من هذا القزم، وهنا هذه 45 حصلت عليها بدون استثمار، كنت يوميا يعني ادخل واضغط على البونس. هنا 15 من هذا الشخص، هذا القزم الأصفر، هنا هذا القزم ب5000 يعطيك 370، لدي 5، هنا ب25000 يعطيك 1920 وحدة، وهنا يعني الأكثر قوة 100000 جولد يعطيك 9650 يونيتي في الساعة. المهم الفكرة هو أنك مثلا إذا كانت لديك 5000 جولد مثلا، فأن تشتري واحد من هذا القزم أحسن من أن تشتري خمسة ب5000 من هنا، لأن إذا ضربت خمسة مضروبة، يعني إذا كان لديك 5 أقزام من هنا، 5 مضروبة في 70 سوف تعطيك 350 وحدة في الساعة. هنا نلاحظ بأنها 370، يعني دائما تكون مرتفعة. عندما تريد الشراء تضغط فقط على هنا، مثلا أنا لدي هنا 1500، وإذا أردت الشراء مثلا لدي 1500 سوف أشتري واحد من هنا ب1000. انظر هنا لدي 15 وهنا لدي 1500، سوف أضغط هنا سوف تصبح 16، كما تلاحظون هنا 16 وهنا أصبحت فقط 518. إذا سوف نشرح ماذا عندما يقوم الأقزام بالتعدين وجمع الوحدات. تذهب إلى هنا Store of Ore، سوف تجد أنا يعني قمت بالتو يعني تقريبا فقط 10 دقائق قمت ب يعني بجمع ما كان لدي. إذا هنا تجد 144 وحدة، هنا بالنسبة للأقزام يعني المستوى الأول ثم المستوى الثاني هنا والمستوى الثالث. إذا لجمع كل هذا سوف تضغط على Take of the Storehouse، سوف تجمع الكل، سوف يعطيك هنا يعني بعض كم جمعت من الوحدات. بعد ذلك تأتي إلى هنا All Processing، تضغط هنا سوف يعطيك يعني كم جمعت. هنا كل يقول لك بأنه كل 100 وحدة تساوي 1 جولد، يعني 146 وحدة تعطيك 1.46 جولد. إذا يقول لك بأن 70% تذهب إلى إعادة شراء و30% للسحب. ها هي هنا تيك 70% for buying وهنا 30% for withdrawal.
تضغط على هنا Process، انظر هنا 518، رغم أنه ليس هناك ليس لدي الكثير، لكن سوف تصبح 553 كما تلاحظون. و هنا تأتيك فقط 30%. هي بالنسبة لي أنا يعني أي موقع للاستثمار كيفما كان، يعني إذا كان هذا الموقع أو ماي بين أدز أو أسكيوريفشير، دائما الشهرين الأولين يعني الشهر الأول والثاني لا تقوم بالسحب أبدا. يعني هذه الاستراتيجية يعني يتبعها كبار الأشخاص، يعني يعني الذين يستثمرون بقوة في مواقع الاستثمار، يعني يقول لك في الشهر الأول والثاني لا تسحب، قم بإعادة الاستثمار دائما، وفي الشهر الثالث بعد ذلك يمكنك بداية السحب عفوا. إذا كما تلاحظون هنا السواب، هنا فقط لشراء النقاط. سوف يعني أشرح فيديو آخر لأنه لن يتسع لي الوقت لشرح كل صغيرة وكبيرة في الموقع. هنا ريفيرال كومبيتيشن، هنا مسابقة للريفيرال، يقول لك بأن الشخص الأول سوف يربح 8000 روبل، والشخص الثاني 5000 روبل، إلى غاية الشخص العاشر يربح 100000 جولد للسحب، يعني هنا للسحب. إذا كما تلاحظون مثلا هذا عند نهاية الشهر، مثلا اليوم 30، عندما ينتهي الشهر سوف يحصلون هؤلاء الأشخاص على الربح، يعني الذي يعني مثلا الشخص الأول الذي هنا الأول سوف يحصل على 8000، والثاني سوف يحصل على 5000 روبل، وهكذا. إذا هؤلاء يعني هؤلاء الأشخاص يربحون حسب النقاط، يعني وهذه النقاط تتحصل عليها من طريقتين، عن طريق عندما تستثمر يعطيك الموقع نقاط، وعندما يقوم الريفيرال الخاص بك بالاستثمار يعطونك أيضا نقاط. إذا هنا الجيمز يور ريفيرال، أنا ليس لدي ريفيرال لأني لم أقم بالترويج بعد للموقع. هذا هو الرابط الخاص بك للترويج للموقع، وهنا كما تلاحظون ليس لدي أي ريفيرال، يعني الريفيرال لن تربح منه شيء إلا عند الاستثمار. هنا عندما تريد وضع المال في الموقع تضغط على هنا Replenish Account. لديك طريقتين، يا إما عن طريق الباير، وهناك العديد من البنوك، إما عن طريق هذه. سوف نضغط هنا مثلا 100 روبل، هنا تكتب عفوا، هنا تكتب كم تريد من روبل، مثلا تريد مثلا 100 روبل هنا، يعني أنا يعني هناك أوتوماتيكية 100 روبل، يمكنك مثلا أن تضع 10 روبل أو كل ما تريد. الروبل لكي تعرف كم يساوي الروبل تذهب إلى جوجل ثم تضغط هنا عفوا جوجل، ثم تضغط هنا وتكتب USD أي الدولار تو روبل، هكذا تضغط على أنتر سوف يعطيك مباشرة. كما تلاحظون 1 دولار يساوي 66 روبل. هنا نضع مثلا 100 روبل، سوف يعني تأتي ب1.50 أو 60. 100 روبل سوف تعطيك 10000 جولد، ولديك 100% من البونيس. يعني الآن هناك يعني بونيس في هذه الفترة، إذا رأينا هنا برومو لغاية يعني 1/12، يعني تكون هناك يعني هذا البونيس. إذا 100 روبل سوف تعطيك 10000 جولد زائد 100%، أي 20000 جولد. 20000 جولد يمكنك أن تشتري يعني 4 من الأقزام أصحاب 5000، أو مثلا إذا قلنا 20000، من الأحسن أن تشتري 5000، تشتري 4 من هنا، يعني تضغط 4 مرات. المهم هنا سوف نذهب نضع 100 روبل، نضغط هنا على Replenish، بعد ذلك يعطيك الموقع
يعني البنوك التي يدعمها، هناك الكيوي، الاوكي باي، الباير، بيرفكت موني، الاوكي باي. هذا اذا هناك بعض البنوك الاخرى، فقط يعني يجب ان تنتظر لكي تحمل الصفحة. انا مثلا سوف اضغط على بيرفكت موني، هناك يعني باليورو وهناك بالدولار، سوف اضغط على الدولار ثم اضغط على كونتيني، ثم تلاحظون هنا 1.6 دولار من البيرفكت موني. تأتي إلى هنا، تضغط، تكتب الإيميل الخاص بك، ثم تضغط على باي، بعد ذلك تنتظر، تضغط على باي اند ريسايف هنا، ويقوم بتحويلك مباشرة إلى صفحة البيرفكت موني، ثم تضغط على ميك بيمنت، يعني الدفع يكون فوري، لا تنتظر أي شيء. هذا بالنسبة للبيرفكت موني. هناك البيتكوين، هناك يعني هناك البيزا، هناك العديد من الطرق. فقط بالنسبة للبيتكوين، عندما تستثمر من هنا مثلا، هذه النقطة هي التي يسألني عليها الكثير من الأشخاص. يعني إذا وضعت هنا البيتكوين، وضعت مثلا كونتينيو، سوف يقول لك بأنه أقل قيمة يمكن استثمارها، ها هي أقل شيء يمكن استثماره هو 0.01، أي مليون ساتوشي. يعني بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على مليون ساتوشي، يعني لن يستطيعون الاستثمار هنا. لكن هناك طريقة أخرى، الطريقة الأخرى وهي أنك تذهب إلى الباير، حساب الباير. حساب باير سهل جدا في الاستعمال، تضغط على سيجناب هنا، سوف أضع لكم رابط الباير، تكتب الإيميل ثم كود الكابتشا هنا، السيكوريتي كود، تضغط على كونفيرمين ثم ساين اب. بعد ذلك يطلب منك اليوزر، يطلب منك كلمة المرور، ثم إعادة كتابة كلمة المرور والرقم السري، تضغط على هذا. بعد ذلك يعني سوف تتحصل مباشرة على حساب، يمكنك بعد ذلك التفعيل، لكن أنا سوف يعني أريكم يعني فقط شيء، يعني لنقوم بالسحب مباشرة، وسوف ترون السحب، طريقة السحب هي سهلة جدا. هنا سوف أضع، إذا تأتيك على هذه الواجهة. للتفعيل، المهم للتفعيل، تضغط هنا على Setting. أنا على فكرة أنا لست مفعل بنك هذا الحساب، هو ليس مفعل. يعني هنا تضع الاسم واللقب، ثم هنا رقم الهاتف ورقم الحساب من الباير، هذا هو الرقم، هذا تضع هنا الايميل، وهنا تضع الدولة هنا، وتضع تاريخ الازدياد هنا، تضع رقم الباس هنا، باسبور داتا، رقم الجواز السفر إذا أردت. بعد ذلك للتفعيل تضغط، تأخذ صورة لك في يد، تأخذ فيها جواز السفر الخاص بك أو بطاقة التعريف الوطنية، وفي اليد الأخرى تأخذ هنا، تأخذ ورقة عادية وتكتب فيها باير أو أكاونت، مثلا تكتب باير الرقم، هنا تكتب أكاونت نمبر وتضع هذا الرقم، ثم تأخذ صورة لك تكون يعني قريبة شيئا ما، لكي يتعرفون على الرقم هنا وهذا الرقم هنا. بعد ذلك ترسل لهم الصورة وسوف يفعل الحساب. أنا لم أقم بتفعيل الحساب، كما تلاحظون هنا الحساب غير مفعل، لا هنا ولا هنا، ولكن مع ذلك أقوم باستقبال الأموال وإرسال الأموال، لذلك يعني لا يهمني هنا إذا أردت مثلا وضع المال في الباير حتى ولو لم يكن مفعل، تضغط على اد هنا، ثم مثلا 1 دولار، تضغط على اد،
حتى لو يعني أقل من 1 دولار ممكن، يعني فقط 50 سنتيم أو 30 سنتيم ممكن أن تضعها. هنا 1 دولار لديك، كما تلاحظون لديك البيتكوين، الدوكوين، ليتكوين، أوكي باي، الأدف كاش، ولديك أيضا البيرفكت موني، السكريل، بيتزا، ماذا هناك أيضا، هناك سوليد تراست باي، يعني هناك حتى الويستر يونيون. المهم مثلا أنا سوف أضغط هنا على البيتكوين، سوف يقولون لي أضغط على كونفيرم، سوف أضغط هنا على كونفيرم، هذه هي 1 دولار، أضغط على بيتكوين وسوف يعطيني، هذه هي المحفظة التي يجب أن أرسل إليهم. كما تلاحظون عندما رأينا في المرة الأولى من الموقع مباشرة قال لك أقل شيء وهو 0.01، يعني مليون ساتوشي. هنا يقول لك فقط 274 ألف، وإذا أردت أقل يمكن أن ترسل أقل. عندما تقوم بالسحب بإرسال المال من إرسال البيتكوين من المحفظة الخاصة بك إلى هذا العنوان، سوف تضغط على I have paid، رغم أنه سوف لن يقوم مباشرة، سوف تنتظر تقريبا 5 إلى 10 دقائق وسوف يقوم مباشرة بالتفعيل، يعني سوف يرسل لك المال في الباير، يعني تقريبا بعد ساعة سوف تحصل على المال في الباير. بعد ذلك عندما تحصل على المال في الباير تأتي إلى هنا، يعني هنا أريتكم يعني طريقتين لوضع المال. هناك الطريقة الأولى من الموقع، يعني مباشرة من البيرفكت موني أو البيتكوين إذا كنت توفر على مليون ساتوشي أو شيء من هذا القبيل. إذا كنت وضعت هذه الطريقة الثانية، وضعت المال من الباير، تضغط هنا كم تريد، كم لديك من في الباير، تضغط على روبليش ثم تأتي تختار الباير. أنت عندما تضع البيتكوين سوف يكون بالدولار، تضغط هنا على دولار تعطيك 1.58، تضغط هنا على كونفيرم، سوف يأخذ مباشرة، يأخذك مباشرة إلى حسابك على الباير. هنا أنا لدي سوف يكون لدي صفر، كما تلاحظون يعني المبلغ الذي يجب أن يعني أدفع 1.58، أنا لدي صفر في الباير. إذا كان لديك مال تضغط على كونفيرم ويصل في الحال، يعني يصل في الدفع فوري. إذا أطلت قليلا هذا الفيديو، إذا سوف الآن أقوم بالسحب في بنك الباير. ماذا فعلت؟ يعني لقد يعني سوف أرجع إلى ماي أكاونت هنا، وهنا سوف أذهب إلى الموقع، آسف على الإطالة لأنه يعني الموقع هو سهل وسهل جدا، لكن يعني تجد المشكل في أول مرة فقط في إيداع المال، بعد ذلك في الطريقة سهلة جدا. هنا تضغط على withdrawal هنا للسحب، كما تلاحظون كنت قد سحبت 10 روبل هنا فقط للتجربة، وأنا يعني لا أريد مثلا السحب الآن، فقط هنا يعني لكي أريكم بأنه الموقع يعني صادق وصادق جدا. هنا تلاحظون أنه لدي 186 نقطة، هذه هي النقط التي تربحها عند الاستثمار ومن الريفيرال. أنت تضغط في الأول مرة، إذا لم تستثمر أخي، نقطة مهمة، إذا لم تستثمر أي شيء لن تظهر لك طريقة السحب هنا باير، لن تظهر لك هذه الخانة. على الأقل استثمر 10 سنتيم أو 20 سنتيم، يعني ليس بشيء الكثير، استثمر على الأقل. بعد ذلك عندما تضغط على باير هنا سوف يطلبون منك يور واليت، يعني رقم الحساب في الباير كما أريتكم هو هذا، تدخل هذا الرقم وسوف يقول يطلبون منك الباين باسورد، هو الذي قلت لكم سوف تتوصلون به
في الإيميل الخاص بك، تضعه في هنا، سوف يعني يطلبون منك. بعد ذلك سوف يعني يقولون لك هذا يعني سوف يفعل. الآن يقولون لي متوفر لدي 29,969، 2969 بالروبل يعطيك 29 روبل، لأن كل مثلا هنا كل 100 تعطيك 1 روبل، كل 100 نقطة تعطيك 1 روبل. أنا لدي كما تلاحظون 2000، يعني إذا يعني سوف أضع فقط 2900 يعني 29 روبل. انظروا إخواني هنا ليس لدي أي شيء، لدي فقط 10 روبل. سوف أضغط، وهنا أيضا لدي 0 كما تلاحظون. أنا أيضا أنا في يعني سوف يصلني بالروبل السحب، بما أنني سوف يعني أقوم بالسحب بالروبل. إذا هنا ماي أكاونت في الروبل لدي 0، هذا هو روبل 0. الآن سوف أضغط على أوردر باي أوت، أوردر باي أوت. إذا كما تلاحظون اوتوماتيكيا باي اوت، يعني تم السحب مباشرة. سوف اذهب الى هنا ثم اقوم بتحديث الصفحة. اذا كما تلاحظون وصلت 27 روبل، اي 41 سنتيم، يعني الباقي يكون هناك بعض الاقتطاعات في الموقع. فقط سوف ارى يعني اطل الشرح، يعني فقط سوف أقوم مباشرة معكم ب يعني فقط لكي تتأكدوا من شيء. هذه المال الذي استثمرته الذي سحبته سوف أقوم بإعادة استثماره فقط لكي تتأكدوا. أضغط هنا على هنا ثم أضع، لا أدري يعني يعني سوف أضع يعني 26 روبل، هنا 26 روبل، وأضغط على هذه الأيقونة. بعد ذلك أضغط على باير بالروبل، هنا أضغط على كونفيرم، سوف يأخذني إلى الصفحة. إذا كما تلاحظون هنا أنا لدي 27 روبل فاصل 10، وهو يعني المبلغ الذي يجب أن استثمره 26.25. أضغط على كونفيرم وسوف يقول لك بأن يعني مباشرة قد تم، كما تلاحظون ها هي لقد تم وصول 5200. إذا كما تلاحظون وضعت 26 روبل، 26 روبل يعني سوف تعطيك 2600 جولد، 2600 جولد مضروبة في 2 لأن البونس 100%، فهي 5200. إذا 5200 الآن يمكن، ها هي يمكنني أن أذهب إلى هنا وأشتري قزم ب5000. هنا يمكنني أن أشتري واحد، سوف تصبح 6. إذا هذه 6. إذا إخواني آسف على الإطالة مرة أخرى في الفيديو، لكن يعني كان يعني من الضروري أن أشرح كل شيء في الموقع. أتمنى أنه يعني قد شرحت يعني كل شيء. إذا كان لديك أخي الكريم أي سؤال أو أي استفسار، المرجو وضع تعليق في أسفل الفيديو. أنا أظن يعني سوف تكون هناك بعض الفيديوهات القادمة على هذا الموقع، لأنني أعرف أنه يعني ستكون هناك العديد من الأسئلة، وسنقوم إن شاء الله بشرح العديد من الأشياء الأخرى، يعني مثلا في خاصة بالنسبة للبنوك وبالنسبة للإيداع، لأنني هذه المشكلة أنا واجهتني أول مرة عندما كنت أريد أن أستثمر في البيتكوين. وجدت دائما بأنه يطلب مني 1,000,000 ساتوشي، ولم تكن لدي متوفرة، وليس لدي يعني حساب في البيرفكت موني ولا في البنوك الأخرى. لذلك يعني سوف نقوم ب
الشرح مرة أخرى كل ما يتعلق بهذا الموقع. أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو. لا تتردوا إخواني في الضغط على جيم والاشتراك، والمرجو دعمي والتسجيل عن طريق رابطي سوف أضعه أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.